دعوى تسليم العقار الأصلية. دعوى تسليم العقار الأصلية من الدعاوى التي تثير مشاكل كثيرة في الواقع العملي. دعوى تسليم العقار الأصلية من الدعاوى التي تنظرها المحكمة الجزئية التي يقع في دائرتها العقار. دعوى تسليم العقار الأصلية دعوى من اختصاص المحكمة الجزئية التي يقع في دائرتها العقار، وتختلف عن دعوى التسليم الفرعية أو التبعية. مثال: طلب التسليم التابع لدعوى فرز وتجنيب. طلب التسليم التابع لدعوى فرز وتجنيب. هناك فرق ما بين دعوى التسليم الأصلية اللي بنرفعها لوحدها وما بين طلب التسليم اللي بيقدم بصورة تبعية لدعوى أخرى، زي طلب التسليم التابع لدعوى فرز وتجنيب. مثال تاني على دعوى التسليم التبعية: طلب التسليم التابع لدعوى صحة ونفاذ. مثال تالت على طلب التسليم التبعي: طلب التسليم التابع لدعوى الإخلاء. مثال رابع على دعوى تسليم تبعية: طلب التسليم التابع لدعوى طرد. الغرض من هذه الأمثلة يا أستاذ هو توضيح الفرق ما بين دعوى التسليم الأصلية اللي بتترفع قدام المحكمة الجزئية وما بين طلب التسليم التابع لدعوى أخرى. الفروق ما بينهم بتظهر في أكتر من موضع. أول فرق يا أستاذ تحديد المحكمة المختصة. دعوى التسليم الأصلية زي ما قلنا لحضرتك من شوية تترفع أمام المحكمة الجزئية التابع لها العقار، بينما طلبات التسليم التبعية ترفع أمام المحكمة المختصة بالدعوى الأصلية. وهناك قاعدة من قواعد قانون المرافعات إن الفرع يتبع الأصل، يعني في دعوى الفرز والتجنيب لو هتترفع قدام المحكمة الابتدائية يبقى طلب التسليم هيقدم بشكل تبعي لدعوى الفرز والتجنيب. لو أنا عندي دعوى الصحة والنفاذ هتترفع قدام المحكمة الابتدائية، طلب التسليم هيترفع بشكل تبعي أمام المحكمة الابتدائية، وهكذا. يبقى أول اختلاف هو اختلاف في تحديد المحكمة المختصة. الاختلاف الثاني حضرتك هو الاختلاف في تحديد المحكمة المختصة بنظر الطعن بالاستئناف. الحكم الصادر من المحكمة الجزئية في دعوى التسليم الأصلية يطعن عليه بالاستئناف أمام الاستئناف العالي، وده عكس حكم القواعد العامة اللي بتنص على اختصاص المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية بنظر الطعون بالاستئناف على أحكام المحاكم الجزئية. آدي الاختلاف الثاني، إن يا أستاذ الطعن بالاستئناف على أحكام المحكمة الجزئية الصادرة في دعاوى التسليم الأصلية تترفع أمام الاستئناف العالي وليس أمام المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية.
الاختلاف الثالث، إذا قدم طلب عارض، رافعين دعوة تسليم أصلية قدام المحكمة الجزئية وقدم طلب عارض، زي طلب عارض بالقسمة، طلب عارض بمنع التعرض للحيازة، في هذه الأحوال يا أستاذ إذا كان الطلب العارض من اختصاص المحكمة الجزئية مفيش أدنى مشكلة، الفرع يتبع الأصل، أي المحكمة الجزئية هتفصل في دعوة التسليم الأصلية وتفصل في الطلب العارض الخاص بالقسمة أو الطلب العارض الخاص بمنع التعرض. المشكلة اللي هتقابل حضرتك في حالة الطعن بالاستئناف، هنطعن بالاستئناف العالي على الحكم في الشق الخاص بدعوى التسليم، وهنطعن بالاستئناف على ذات الحكم في الشق الخاص بالطلب العارض أمام المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية. يبقى حضرتك أمام طعنين بالاستئناف أمام محكمتين مختلفتين، والحقيقة دي مشكلة موجودة في الواقع العملي، وإن كان بيحدث في الواقع العملي إن المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية بتنتظر حتى تفصل محكمة الاستئناف العالي في الطعن المعروض عليها.